بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا بالنور والبركات. نسأل الله تعالى أن يسري عنا جمعية أمير سيدار الماليزية والشعب الماليزي المسلم الذي من خلالهما أتاح لنا فرصة رسم البسمة والفرحة على قلوب حزينة على فقدان أهلها. كما نتوجه بالشكر الجزيل للأخ أبو نوح بن شراب والأخ أبو أحمد كوكب والأخ إبراهيم كوكب. أنا ألفت انتباهكم إلى أن جمعية أمير سيدار كانت معنا طوال شهر رمضان المبارك من خلال إفطار الصائمين ورعاية الأيتام وكفالتهم وتقديم يد العون لكثير من المحتاجين على أرض المنطقة الشرقية. الرحمة لشهداء الأبرار والفاتحة على روحهم. والذي يصلي عليكم وملائكته.